ايوه اسمان دكتور تغذية، لو عندك اي اسئلة ولا حاجة. انا معايا بنتي حامل، فطول فترة الحمل عندها انيميا مع انها بتاكل كويس. برغم ان هي بتاكل كويس عندها انيميا الحمل. برغم ان هي بتاكل جميع انواع الفاكهة تمام. طب بس انا عندها بصي، بتجي لها انيميا. انا دلوقتي، يبقى انا دلوقتي هصيغ لك السؤال، نقدر نقول اكلات غنية بالحديد للحامل المصابة بالانيميا، صح كده؟ ده ممكن نصيغ السؤال بتاعك زي ما انت قلت كده. تمام. تمام. طبعا لازم نبقى عارفين. انا بس هدي كده مقدمه كده سريعه عشان برضو الناس، نحاول قدر الامكان ان الناس اللي بتبقى قاعده او بتتفرج او اي حاجه، يبقى كل الناس برضو تستفيد معانا وحدش يبقى قاعد كده ومش فاهم. لازم نبقى عارفين يا جماعه ان الحديد ده من المعادن الاساسيه والمطلوبه للجميع، ستات، رجاله، اطفال، من اجل تكوين ماده الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده يا جماعه بكل بساطه نقدر نقول مسؤول عن نقل الاكسجين عبر يا سمان الدم وخلايا الدم الحمراء، عبر خلايا الدم الحمراء بتاعتنا. نقدر نقول اهميه الحديد للمرأة الحامل علشان ما يحصلناش دوخه مستمره، عشان ما يحصلناش صداع مستمر، عشان ما يحصلناش تعب من اقل مجهود، عشان ما يحصلناش ضربات قلب سريعه، ما يحصلناش دي كلها اعراض ممكن تجي لست الحامل كنتيجه من الانيميا اللي موجوده عندها. عشان ما توقعش، عشان ما يحصلهاش هبوط، لابد ان احنا نظبط الانيميا. ده كده بشكل مختصر نقول اهميه الحديد بالنسبه لست الحامل عشان نتلاشى اعراض الانيميا كنتيجه، نتلاشى اعراض الانيميا. يعني لابد ان احنا ناخد اغذيه تحتوي على عناصر الحديد. افضل مصادر اللحمه الحمراء بانواعها، افضل اللحمه الحمراء ومنها الكبده، نقول بتحتوي على كميات جميله جدا من الحديد. بننصح ان احنا نتناولها اثناء الحمل علشان ناخد فيتامين الف وناخد الحديد، يبقى ضربنا عصفورين بحجر. ممكن برضو لحوم الطيور والاسماك. تمام ربنا اتفضل. يحفظك. يبقى احنا قلنا كده لحوم الطيور. انا بنصح كطبيب تغذيه بلحوم الطيور والاسماك. ليه؟ لانها بتحتوي على نوع حديد سهل الامتصاص، وبالتالي معنى ان هو سهل الامتصاص يعني الجسم هيستفيد منه بشكل كامل، وبالتالي مش هيحصل انيميا. احنا عندنا انيميا نقص الحديد، فلابد ان احنا ناخد حديد سهل الامتصاص. فانا لذلك بنصح مثلا بلحوم الطيور والاسماك. يعني لو هي عندها انيميا ومش عارفه واستعملت كتير وكانت اكل حاجات كتير عشان الانيميا وبتاع وما جابتش نتيجه معاها، يبقى الحاجه الاساسيه اللي ممكن تجيب معاها نتيجه جميله لحوم الطيور والاسماك، نحاول ندخلها في النظام الغذائي بتاعنا. بنقول البقوليات وخاصه العدس، الفاصوليا البيضاء، اللوبيا، كذلك فول الصويا، كذلك الحبوب القمح مثلا. زي خليني اجيب لك نموذج عملي لسه جايب حاجه دلوقتي فاوريها لك موجوده عندي. اتفضل. شايفه ده ايه؟ طبعا مش موجود بالعربي بقى، احنا في تركيا فطبعا الحاجات بالتركي هنا تلاقيها مكتوب. ده بنسميه اليولاف. يقف ده نقدر نقول عليه من الحبوب. بمعنى اليولاف ده يعني الشوفان. ايوه تمام. يقف ده هنا بالتركي يعني الشوفان بالعربي، او اود بالانجليزي لو في حد قاعد في دوله اجنبيه ولا حاجه. يبقى ده كده بشكل بسيط نقدر نقول ان الشوفان من البقولي، من الحبوب الكامله اللي انا بنصح بيها. البليله والشوفان يعتبروا افضل مصادر نستطيع ان نحصل منها على دي. طبعا زي ما انت قلت هي بتاكل فاكهه وبتاكل خضروات، وتحديدا مثلا الملوخيه والسبانخ والخبيزه، الخرشوف، البتنجان، يعني التفاح والكمثري والموز. التفاح والكمثري والموز ايضا من ضمن الحاجات. قصب السكر والعسل الاسود، قصب السكر والعسل الاسود. بس في نصايح بقى مهمه، احنا كده عرفنا الاغذيه وعرفتك افضل حاجه مثلا لو حابين نحطها من ضمن النظام الغذائي اللي هو ايه؟ الشوفان كحبوب كامله. الشوفان الشوفان. نصايح مهمه جدا من اجل افضل امتصاص للحديد. النصايح ديت مهمه جدا، لو عايزين يحصل امتصاص للحديد عشان نتخلص من الانيميا عندنا، محتاجين ان احنا نتناول فيتامين سي مع الحديد، زي الفراوله، التوتيات، البروكلي، الارنبيط، الموالح، الحمضيات، الليمون، البرتقال، اليوسفي، الجريب فروت، الجوافه، الاناناس. كل هذه الاشياء بتحتوي على فيتامين سي. ليه فيتامين سي؟ لان فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد. فتلقائيا لو ما ناخدش في النظام الغذائي بتاعنا فيتامين سي مش هنساعد على امتصاص الحديد. عشان كده كل ادويه الحديد
اللي فيها فيتامين سي الامتصاص بتاعها بيبقى اعلى من الادويه اللي خاليه من فيتامين سي في التركيبه بتاعتها. فعلشان كده الدكتور الشاطر يخلي باله ان هو ممكن مثلا وليكن يركز، هل في فيتامين سي؟ ما فيش فيتامين سي، يروح هو مديها فيتامين سي، او يخليها تركز على الاغذيه اللي فيها فيتامين سي زي ما انا بقول لك كده. برضو لو احنا عايزين نمتص الحديد بتاعنا بشكل كويس، لابد ان احنا نبعد عن الشاي والقهوة. الشاي والقهوة بعد الاكل مباشرة يعني نقدر نقول ان هي بتمنع امتصاص الحديد. يبقى كلنا واكلين اكل فيه حديد، لكن نشرب الشاي والقهوة بعد الاكل، يبقى كده منعنا امتصاص الحديد اللي احنا اصلا واخدينه. فعلشان كده لابد فعشان كده لابد ان احنا برضو نقلل. اهم بقى نصيحه نقول عدم تناول الكالسيوم مع الحديد. اقراص الكالسيوم تكون موجوده بالليل، واقراص الحديد نكون واخدينها بالنهار.